بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله، هلك وحنك بالله بدونا أيضا أجيب إنه codsi aad u badan oo ka yimid walaalaha ama walaalo badan oo muslimiin ah iyo gabdho badan oo muslimaad ah, khaasatan walaalaha ku nool ee qurbaha iyo reer galbeedka cumuuman, gaar ahaan hooyooyinka doonaya ilmahooda inay xifdisiiyaan أما أي فهم سيان المهوضة أحاديث قابا ومعنى بلارن له والنبي كسب ناضي صلى الله عليه وسلم والصحيحة قرهان معلمين بضن وإسوح السارتي المها ودمضن كنول إن يوحيون كبد باديان ولا لهاس codsi badan oo iga soo gaaray ayaa waxaan jeclaystay risaalo aan hadda ka hor horay u duubay qayb ka mid ah ama boqol xadiif oo la yiraahdo mi'atu xadiifin lilxifd, oon u bixiyey baro boqol xadiif. Baro boqol xadiis af soomaali ahaan, iyadoon hadda ka hor laba boqol iyo boqol aanu duubnay ayaa boqolkii ugu horreeyey ay walaalo badan naga codsadeen bal inaan si kooban inaan ugu soo duubno si ay uga faa'iidaystaan una faa'iideeyaan. هذا بقول كان حديث أبوه الرئية وحان شعر هاي إنا نو أغريو مره رشان شنبا نو أغريي هذا وحان اسكود يا بذل الله تبارك وتعالى إنا ندريقا قاضو مرك غاركو دوان كي يربضين كرا إن شاء الله تعالى هذا الليل هذا سيكو بابا نو أغرين دونا كنتن كأبوه الرئية أبو هريرة يا ورينيا رضي الله تعالى عنه وانا حديث صحيحة عن أبي هريرة وحديث كوباده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث كان بخاري يا مسلم باورينيا ومتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحليه نبي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان لبك كلمه أما لبأري خفيفتان على اللسان كفضت عربك مرك عربك ودهيو أراهض عربك كفضت عربك مرك كل واقع كفضت حق دواق. ثقيلتان في الميزان مالين تقيام مرك لتقنا ميزانك كعلص حسناتك إيا أجرك لبدا كلمة لقاه ليو
مرك ميزانك لا صارو اجرك ايغا كايمان ايا مرك ميزان لا صارو كعلس حبيبتان الى الرحمن الله الرحمن كان حريستا عام كالنا يمد خاص كآبا لبضبا أكتي سنة لو كالقعي البني هاي إذا فيري أدونك إلهيو أدونتي إلهيي نبينا عبيب كان عليه الصلاة والسلام وحولي هاي اللبك كلمة أوراه أهان مركا لو دواق يا عربك كفضو ميزان أهان مالين تقيامو حسناتك إي أجرك كإيمان أينا كعرس ميزانك الله رحمنك أنا أكتيسة لوك القعي البذية هي أو لقيتش عليا هي لبدا كلمة متقانان وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبدا كلمة انت إن لك بيكو قادة نيسا بل انت ساعد في رسو أما موبايلك الدقيقة كبو حيسو وحضر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما قم ما قد شربت قولي كرتا أم أضي كرتا هسا أهات إلهي أبتي سما قح السنات أما ما قد أجر آيات دقتي هذا ما أدونك إلهي يو أدونت إلهي يو نفت إذا الله الله يا نضيع أجرك إنتادا وعرورتنا أنو برو وهوين كنا أنو برنو أو أن رجعنا برنو معلمين تناسي خاصة هأبرن إلمها بإذن الله تبارك وتعالى أما اللي بدأ كلمة معنى هذا سبحان الله إلهي عيب مله نعم إلهي عيب مله تبارك وتعالى إلهي وحمدلن وإلهي الله مدلن إلهي عيب مله إلهي مسيح ذو إلهي عمت معنو الله عيب ماله مالو كسو بالله ذي ماله مالو كل ما ذنا مالهم تبارك جل وعلا إذن إلهي عيب ماله وبحمده الله تبارك وتعالى وما هتسيهي مع حمده أيضا ما هدي سنة للقبه الحمد لله على كل حال حارض والبابا إلهي وما هتسيه تبارك وتعالى حارض والب إلهي مهدب إليه تبارك وتعالى سبحان الله وبحمده نعمد إسيي إلهي بانوكم مهدين إياه إلا وامهد سيئي أنك نوانوكم مهدين إياه تبارك وتعالى عافماتك مهد أن لسوكو بكريم بو أليه تبارك وتعالى سبحان الله مرلباب اللعب ماله اللي العظيم اللي هي وين انكبضنا تبارك وتعالى إذن حديثك كوبد وإنت حديثك وكوبي هي معنى بلارن بوسلي هي لكن مرك ورا وحان لسي كوبن بان ودوينا حديثك لباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك حديث البخاري مسلم باوري متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث وحليه أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي صحابة كمذا بان نبي قويم رجل ماكي صحابة لقاها الله يو جهالة الصحابي لا تضر صحابي قينا لقرنين حديثك وحبا أمكيني سؤالبا حديثك وحبا أمكيني جاء رجل وصحابي صحابي وحال إلى هذا عيد النبي الله كلنتي صلى الله عليه وسلم حضر الرميسي عليه الصلاة والسلام إسلام نما إيماننا كل إنتي سحابي قمرك الله سوى كوبا تعريف كأقو كوبا وامد كوي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس ضدك يا إيبو
دتك يا إيو حقني بضن بحسن صحابتي إن أن لا صاحبة إن أن لا صاحبة أن إحسان أسميه إن أن دتك قف كإيم مضن أما إيوم مضن إن أن إحسان أسميه أن سمفل أسميه أو أن سجى لا صاحبة أو أن مر والبلتشرو كورقبه قال أمك هو يدابير عليه الصلاة والسلام صحابيكي ولي وحدون يا زيادو ويا صحابادو وحجنا الله لقوك قالي آدو تشعلاين قال ثم من يا إيوحيك قال أمك ومر لبعض قال ثم من قال أمك ومر صدحا قال ثم من يا كوحيك قال ثم أبوك أبها يا كوحيك أرأيت مارة حديث كني حقوق ذا أسينا يهويدا نعم هويدو وامدك والعضي نعم هويدو وامدك أوريستي نعم هويدو وامدك فولتي نعم هويدو وامدك نوجسي نعم وامدك وسوشيدي وامد انتاسو كسو برباريسو كسو كريسي أبو نضب يرمشي ذايو حقوق ذا لباد بليه أبو سيدا درادت حديث كني وإن المهنة سوينا سنة وشرحنا إيا نفتنا انتبه إلهي لو حلو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إذا حقوق اللباد بعد عبادة الله وحاوي الحق اللباد إلهي وحو لحل لسيي حقيسة حق والدك هل ميل لماها قرآنك أكثر من آية أي الله كشيغي نبي قلنا سيدوك صلى الله عليه وسلم إذا حقوق ذهو يذو آد بيئوي الجنة تحت أقدام الأمة جنة ذو حي كجرتا لبادة هو يذا لبادة يذل قد هوستو ذا أي كجرتا إذن حديث كان حديث عظيم أولا دون يلمه إنه إن أنبر وريبا خاصة ميلها المركي لتشوغو إلمها هلك ميلها وحي كبرتان عقوق الوالدين بكبرتان عقنما بكبرتان إن الحوق أسار رأي الدونية حديث كصدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه حديث كبخاري مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث كمحوليه أبو هريرة وحوليه نبي صلى الله عليه وسلم بوحيري إياكم والظن والإسكا إلالية مرها حن إسكا إلالية وحي إلتها إسكا إلالي إن أظن رشاد أردن كوليستو ووحو البعض هذا وحان أم ليني محي إلي وحيري إن بعض الظن إثم مرها قاركي ودنبي إن الظن لا يغني من الحق شيئا مروا حق وحبك ما ترى وحبك ما أها إذن مرها بضن إسك إلالي ميوي قرسين كرا مرها حن فإن الظن أكذب الحديث رسول الهدى عليه الصلاة والسلام حليه لأن مرها حني وأكذب الحديث ورل الشيغة متك أغبين بضنوي أكذب الحديث ورل الشيغة متك أغبين بضني وملها إذا ملها آذن هبين إسك إلالي شيغة أذهبتو وشيغي كرتا شيغة بقول كيبا تضباتا واضمرين كرتا وحاويا يقين بودوان كرا لكن ملها أن حقيقة كل سنين إن العادك لغتو حاسر أم لينيا نتيجة ذيكو قرسين يسوا بين بنتنا نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرت إنه إياكم والكذب إسك إلالي بانت فإن الكذب يهدي إلى الفجور بانت وحيكو قرسي ليس طاعة الله كبحيت إن طاعة الله كبحضه وإن الفجور يهدي إلى النار فاجر نبذنا قفك النار بي قرسي كرتا إسك إلالي مرك وحاوي نبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحو كل يهي قفك وعادو كدغنا يا بين إلى إلهي أكتي سبينا لله قره تاسا عيبك وفرا تاسا قفك مسلم كعيب وفرا
نبي جو حالة يلقفكم مسلم مؤمن كابين جيكرا ما يبويلي صدرات البنت وخطرت هذا إلى هاي ولي بوايان دم بنت آد بلو عاديست بنت آد بلو عاديستي المهنة وينان كإلى لنا بنت حتى هو يوم كقيم كمذا وحي قاران انت هو يكال الباب كوصو قراعضو إنا يكون لهذا وحاد كل هذا هو يدي هو يدي متشوكته بنت النوع عن البريركة المهنة الله برا يخترت هذا أي إلى هاي نسأل الله العفو والعافية إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إسك إلالي بنت مرها إسك إلالي وحي إلتا هيدا إسك إلالي محايا لي ظنقو إيامالوه لو أكذب الحديث ورلا شاقا متك أغبين بدنوي مالك أخلاق ذو حنبا ضدك لقر ريبيا مالها حنبا ضدك لقر ريبيا أما حديث كأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه حديث البخاري مسلم من حديث أبي هريرة وحليه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد أدونك قف رجل يدوم المدك دورها النغض ليتكلم بالكلمة أرهبكها الله يا أريبكها الله يا أفكي سوحباك صبحيا ما يتبين فيها أوسر هبصن محق با مباطل با دم بملقى قرى يا مس أجر سحم يا مس وخطأ ما يتبين فيها أو مكر عضو موسى عضيسن كلمة لما السحبة مسوى خطأ يزل بها في النار مركاسة وحو كلمة سي وحي قرسي ليسا يعني وحو كسن بريلحانيا قفك مركو مال روبا أو لوك تصارو أو أي لوك تلو روبا دو لو أردو أيا ليلة ذا زل الرجل قفك واو يعضي أما وال يحضي أما واسن بريلحضي أما السبق با لتكتي يزل بها وحي قرسي ليسا أما أو أي أليحي ليسا أما أو كسن بالرحلية بها بسببها كلمة سببت هذا في النار نعوذ بالله إلى انتهى أبعد ما بين المشرق والمغرب نار وحي كتو ريسا وح كفو كفو أما مسافة أهان مركة لأيديو قل رحضو ماشي كسو بحضو إيا ماش أي أرعض ولي ما وحكفك لما دين قرعك صباح إيا قرح ودع إنت ودع حيسوح لأك أي أي نار تكتور إيسا لما دين ولي ما وحكسي فوق أي الليل أرأيت ما أركت أيها العبد الفقير عرب كان ما أركتين عرب كان سوس أكون ترولين ما أركتين عرب كان سيدان وصمان توحيو دون أبوها الله ما أركتين ما قد كلمون أي أفكار كصوب حضا تأني موج كلمة أنت هذا كوها لين وإن هذا ما صحبا مسوى خطأ ما حقبا مسوى باطل حتى هذا يكون عداته إن السحته هاي وإن هذا ما يشل مكوها بونت هاي وقت يرمكوها بونت هاي مفسد هذا كده لنا يسا إيا مصلحة كده لنا يسيا وين باهيم الله قبا هادا إنا كلمة كل واقع لو هادا نساو حساب تميل هين دعدع ما يران لها علماء وحيدهان من كثر كلامه قفك هذا الكي سؤوبته كثر سقطه دعدع عيسي الدول كي سأيابت قفك دعدع عيسي الدول كي سبتانا ذنوبتي سأيابت نعوذ بالله إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب إذن عرب كينا نلالن ومهيم عرب كينا إنا نلالن أما حديث الدرسي أنه أغدا بي شانت حديث أبوه الرئيسة حديث كشنات عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. متفق عليه. والله وحديث عظيم وحديث قفك قلبي يسو وإيمان كتشيرو قفك نفسي سيقان وحديث إيمان كيسو كزيادة بل حديث كأن معنيه حديث كبخاري مسلم باوريني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار إلهي وام الصيرا، وغيرة الله إلهي مسير كيسر وامحي أن يأتي المؤمن قفك مؤمن كإن الله إماذا ما حرم الله وحو الله كريم. سبحانك يا رب. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. الله وام الصيرا مصير كإلهنا معناه ذو أصقى فصير وحيري أن يأتي المؤمن إنو أدام كل ما دام ما حرم الله وحق الله كرّب تبارك وتعالى. إذا حديثك وحنات المامية وح الله وحو الله نجا حرمي حقا قولك هذلك حقا فعلك حقا اعتقادك يا معتقدك وحل وحو الله نجر ريبي أردن هدي أن الله إيمانه إلهي إنه كم مصير يتبارك جل وعلا مصير كإلهي سيدو يهي من نقام سيداس أيانو كود دينينا لكن وحو الله كأحرمي تبارك جل وعلا إن أتكفقاته وحديثك وحقك وإرشادين أما حديثك وحق نوت المام إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. إلهي وحب ذنب لك حرمي وحو الله لك حرمي وحو تلك حدود الله وروكا حدود إلهي فلا تعتدوها ورهيها قدبنا فلا تقربوها ورهيها أدواننا أعظم الذنوب عند الله ذنوب إلهي أكتيسا لك قلو ذنوب تأقوى وين متقانان وإنو أدون كل ما دوحو الله كحرمي تبارك وتعالى أو أي كوكتهي الشرك بالله إلهي إن وحكال للعابده تبارك وتعالى إيا السبع الموبقات إيا تدبذ الذنوب أقوى وين وإذا كبذيهن كوى أقوى وين لكن انتهى الحديث لغو الشيغي أيان كهض لياه أحبائي في الله أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم برشد هذا إيا أقرنت هذا سيبرد هذا إيا سيفافنت هذا والله وقيمة وين قيمة وين أي قفك مؤمنك أو غفر لذا شعيلك نبي محمد بين تلماميسا صلى الله عليه وسلم أن شعلان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاج عيلك كقيم قادنا يا إنام برنو أحاديثي صحيحة أي أصيك السبناتي صلى الله عليه وسلم قريه إن أنكو أقرنو عرورتي إننا آنو برو هبين إيا مالنا آنو كدغن وردي إيا وحان إلهي أغد وانا تبارك وتعالى الله وحان كبر إيا إنو نغو أنفعو درسي غن كوبان إيشنت حديثة اي والله صحيحه اي خوفك حفظيه قلبي سوء نور اي افتين وقليو انت انو كاكل ما انو درسي كان كوحية وحاندين كليتك يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.